التلاميذ في مكتبتي؟ التلاميذ برفقتي برفقتي أستاذتي. تابع تابع. من التي ستستقبلنا هناك؟ أجابتي الأستاذة. إصلاح المنظومة التربوية هو هدف المغرب منذ الحصول على الاستقلال. طبعا كانت هناك مجموعة من البرامج ومن المشاريع، والآن وصلنا لنتائج مهمة على مستوى التمدرس وإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة. استفدنا من الدعم الخارجي ومن بين الداعمين طبعا للاتحاد الأوروبي إلى جانب جهات أخرى تدعم برنامج الإصلاح في المغرب. تم بذل مساعي حثيثة وكثيرة على مستوى تمدرس الفتيات من خلال الدعم الاجتماعي، من خلال تقريب الإعداديات من السكنة ديال الأطفال، كذلك من خلال فتح مجموعة ديال الداخليات والمطاعم، من خلال النقل المدرسي. وكان دائما في البرامج المغربية اعتبار النوع من الأولويات في مختلف البرامج. بالنسبة لتجربتنا في الشاوية ورديغا، جميع المديرين ديال التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي يعتبرون آمرين مساعدين بالصرف، وعندهم حساب في الخزينة الجهوية، وتفوض لهم اعتمادات يدبرونها بمعيات مجالس التدبير. بالنسبة للتعليم الابتدائي، هناك جمعية دعم مدرسة النجاح التي تتوصل بدورها بمنح من الأكاديمية. كنا أنشطة ريادية اللي كنقوم بتظاهرات على الصعيد المحلي وفي الصعيد الإقليمي، وكنقدروا نوصلوا حتى الجهوي والوطني. مثلا بحال بالنسبة لنا احنا عندنا هنا نادي القراءة، هاد نادي القراءة غادي يستافدوا منه التلاميذ. اولا كاين مساله ديال المطالعه، كاين مساله ديال التلميذ كيولي كيتعلم يكتب القصه ويتعلم يكتب الشعر، كتكون واحد الانشطه موازيه. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو ثلاث رقصات مغربيه بالنسبه للقراءه. تلقينا تكوين في البيداغوجيا الادماج اللي داز مده ديال الاسبوع، بعض اللقاءات التربويه اللي كانت كيديروها لنا الاطر ديالنا المسؤولين ديالنا الكبار المفتشين وغيرهم، كان يدير لنا بعض اللقاءات التواصليه باش نهضروا على النظام التعليمي ديالنا. عدد صحيح طبيعي. لقيت مجموعه من التكوينات عن طريق اللقاءات التربويه اللي كانت مع مفتشي ديال المقاطعه. بالنسبه للتكوين الاول كان حول كيفيه تدبير الاقسام المشتركه، بحكم انني كنت في الاول في العالم القروي. وابخي كان واحد التكوين حول لا ليكتور، و لا ثالثيام فورماسيون كانت على لا بيداغوجي دانتيغراسيون. المدرسة مهم فكرتنا مدرسة السبع ديال السبعينات، الوقت اللي دخلنا لقينا النشيد، لقينا الصاف، لقينا ما لقيناش، لقينا هذيك الهمجية ديال بحال دابا الدري تيجي من الدار تلقاه شي تيدفع شي، المهم ما كاين لا تنظيم ما كاين والو. دابا الحمد لله هذه المدرسه شنا فكرتنا الطفوله ديالنا. انا مطلقه بجوج الاولاد وساعدوني في الدفاتير وفي الكتوبه وفي المحفظه وفي كل شيء. زعما مزيانه والتعامل مزيان، وهي نقيه مدرسه نقيه وفحال شكل بريفي التوقيت ولا كل شيء. الاتحاد الاوروبي يلعب واحد الدور كبير في مساعده الطفل ومساعده الاباء اللي ما كيحصلوش على واحد الدخل اللي هو مرتفع باش يقريو الوليدات. C'était un petit homme tout à fait chauve avec un crâne énorme des yeux sombres et enflammés. كاين اختلاف كبير فاش كنجي للمدرسه كنحس براسي بحال انا راني في داري. المدرسه اللي كنا فيها قديمه كانت بعيده علينا وهذه قريبه. نتعلموا القراءه والحساب ونكونوا مثقفين في المستقبل. نتعلم الكتابه القراءه والحساب باش ما نبقاش ضايع في الشارع. المدرسة العمومية كيف سنشوفها مستقبلا هي في تحسن مستمر، لأنه على كل حال الاختيار ديال إصلاح المنظومة التربوية هو إصلاح
اولا وراء الاراده السياسيه ديال الدوله وديال سيدنا نصره الله، وكذلك ديال الشعب المغربي.